السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه من اتبعه لهم الدين. وبعد، أعظم ما ينعم الله به على العبد أن يوفقه لطاعته ويستعمله فيما يرضيه. وكلما وجد الإنسان نفسه أنه يعان على الطاعة وتهيأ له سبلها فليفرح. قل بذلك فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا المعنى يجب أن يقر في قلوبنا ويتضح تماما أن السعادة وانشراح الصدر وطيب النفس إنما يكون بطاعة الله عز وجل. وكلما ازداد الإنسان حرصا على الطاعة وإقبالا عليها كان ذلك أسعد له وأدخل الطمأنينة في نفسه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلنا أيها الإخوة كنا حريصون على أن نكون من السعداء. أسأل الله يجعلناكم من السعداء في الدنيا والآخرة. والسعادة لها باب واحد، من دخل من هذا الباب فسيكون من السعداء، ومن لم يدخل فلن يكون سعيدا. السعادة طريقها طاعة الله عز وجل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أسأل الله يحيينا حياة طيبة، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحن حياة طيبة. هذا المعنى أيها الإخوة يجب أن يقر في قلوبنا، وألا نظن، وإن كان هذا يحصل في أحيان من لحظات الغفلة، أن نظن أن السعادة مربوطة بالدنيا، فنظن أن من كثر ماله وكثر عقاره وكثر هذه الأشياء فإنه سيكون من السعداء. لا يا أخي الكريم، هذه المعلومة أزلها من ذهنك تماما. لا علاقة للسعادة بالدنيا على الإطلاق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا وأكملوا الصلاة والسلام عليه، كان عليه الصلاة والسلام أسعد الناس، ومع ذلك ماذا كان نصيبه من الدنيا صلى الله عليه وسلم؟ كان أحيانا يبيت الليلة جائعا ما يجد ما يسد به جوعه ولو من أرض أنواع التمر. وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم دائما يجلس المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين. وتعلمون هذا العمله سنة، وأن من فعله فكأنما يكتب له حجة بعمرة تامة. فيأتي إلى أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فيقول: ما عندنا شيء. فيقول صلى الله عليه وسلم: فإني أصبحت صائما. من هو هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا أخواني يجب أن نزيل من أذهاننا ارتباط السعادة بالدنيا والدراهم. ومما يدل على ذلك في عصر الحاضر الذي نعيشه الآن، مما تسمعون من أخبار الدنيا حوادث انتحار، وأن من الذين ينتحرون أناساً
من أغنى أغنياء العالم، ليس من أغنياء العالم بل من أغنى أغنيائه، ثم ينتحر. كيف ينتحر؟ عنده من الأموال إن أراد أن يعيش في البر ولا في البحر ولا اللي هو يبي، عندهم ما يريد، ومع ذلك ينتحر. وهنا يأتي سؤال: ما معنى الانتحار؟ ما معنى؟ معناه أن هذا الرجل قد ضاقت به الأرض بما رحبت، فلم يجد فرجا ولا مخرجا إلا أن يقتل نفسه. فالحمد لله على نعمة الإسلام. أسأل الله يحييكم مسلمين ويتوفانا مسلمين، ذلكم الإسلام الذي يدخل السرور على أنفسنا والبهجة إلى قلوبنا. هذا المعنى أيها الإخوة، ارتباط السعادة بطاعة الله، يجب أن تمتلئ قلوبنا تماما، وألا نكون عنهم الغافلين. وفي المقابل أيها الإخوة، يجب أن ننقل هذا المعنى الجميل إلى من أنعم الله علينا بهم من البنين والبنات. نحن معشر الآباء والأمهات حريصون كل الحرص على أن يكون أبناؤنا وبناتنا أسعد الناس، صح ولا أخي؟ صح ولا لا؟ نحن حريصون على أن يكونوا أسعد الناس، ولو كانت السعادة تباع وتشترى لاشتريناها لهم بأي ثمن كان، ولكن إن كنت تظن أنك ستسعدهم بشيء من ذلك فأنت مخطئ. لا سعادة لهم إلا بأن يربوا على طاعة الله، ثم تأتي الأمور أخرى باب التكميل. وإلا فإن أعظم أبواب الخير وأبواب الإسعاد طاعة الله عز وجل أيها الإخوة. فيجب علينا أن نتقي الله في هؤلاء الأولاد، فإنهم نعمة أنعم الله بها علينا، ومن حق الله أن نشكر، وهم أمانة في أيدينا، وهم مساكين. أسأل الله يقر عيني وعنكم بصلاح أبنائنا وذرياتنا، ولنتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولنتذكر قبل هذا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن على أن نتقي الله في أبنائنا، أشفقوا عليهم أيها الإخوة، أرحموهم، تولوهم خير تولي، أحسنوا ولايتهم. أنتم لا تقصروا في المأكل والمشرب والعناية الصحية، ولكن أهم من ذلك كله أن تنشئوا تنشئة صالحة، وأهمها وأعظمها أن تربوهم على الصلاة أيها الإخوة. والصلاة أيها الإخوة هي أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا لنبدأ بتربيتهم على الصلاة. وعمره كم؟ 20 ولا 18 ولا 19؟ كم يا إخوان؟ ها؟ عمره 7 سنين، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7. وإذا بدأت بتربية عمره 7 سنين، هل ستجد معاناة في تربيته؟ أبدا. عمره 7 سنين، مره يأتمر وجهه يتوجه، عمره 7 سنين لا يزال غضا طريا. أشفق عليه، أشفق عليه. ولا بد، ونحن نأمر أولادنا بالصلاة، لا بد من الصبر يا أخوان، ولا بد مع الصبر صبر، ولا بد مع الصبر صبر. نعم، هؤلاء أولادنا، إذا لم نصبر على من يصبر علينا؟ إذا لم نتولهم من يتولاهم؟ بعض الإخوة يوقظ ابنه: يلا يا علي، يلا يا علي الصلاة، بارك الله فيك. يقول: طيب يا أبوي. يروح يقوم راشد يعود قهذنا، أيقظه مرة ثانية وثالثة وعاشرة وعشرين حتى يقوم يصلي.
بعض الإخوة منذ أن يؤذن المؤذن وهو جاي للمسجد، لكن جزاك الله خير وبارك الله فيك وكثر من أمثالك الذي على الصف الأول، ولكن أين الأولاد يا أخي؟ أين الأولاد؟ قال والله يا أخي، بعض الإخوة يقول والله يا أخي لو أجلس أنتظر أولادي يمكن أصلي في الصف الثاني. صلي في الصف الثاني، انتبهوا أيها الإخوة، المسألة فيها لازم من الوضوح. لا شك أن المصلي في الصف الأول أجرا عظيما، أسأل الله يكتبها لكم دائما وأبدا. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء يعني في الأذان، لأن الناس كانوا يتسابقون على الأذان بدون فلوس، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. معنى هذا الحديث أن الله جل وعلا كتب للمصلين في الصف الأول أجرا عظيما، لو علم الناس بهذا الأجر العظيم لازدحموا على الصف الأول ازدحاما يحدث مشكلة لا تحل إلا بالقرعة. ولهذا من الغفلة، من الغفلة أن بعض أتي أحيانا مبكرا يروح سند على العمود يخلي الصف الأول، هذه غفلة. الصف الأول آخر كريم. نعم لا شك أن الصف الأول أجر عظيم، ولكن أنت إذا صليت في الصف الأول ستؤجر، ولكنك إذا تركت أبنائك ستأثم، فلا تخلط الأمور يا أخي الكريم. انتظر ابنك حتى لو حتى دعا الأمر إلى أن تصلي في الصف السبعين، صلي في الصف السبعين من أجل أولادك. ثم يا أخواني، ونحن نسمع أبنائنا صباح مساء، يجب أن من خلال جلوسنا وحديثنا أن نملأ أذهانهم بعظم شأن الصلاة ومكانتها في الإسلام ونفعها وتأثيرها. نعم، حتى يشبوا على هذا الأمر ويهتموا به، وحينئذ لنستعمل معهم الترغيب والترهيب. لماذا إذا ابني صلى معي لماذا ما أعطيه جائزة حلاوة تلكس وكس قلم أي شيء، أي شيء من الأشياء التي يعرف من خلالها أنه عمل عملا استحق أن يكافأ عليه فيهتم بهذا ويحرص عليه. وإن وجدت منه تقصيرا في الصلاة فينبغي أن أعالج هذا التقصير بطريقة مهذبة ولطيفة تناسب حتى يتربى على اهتمام الصلاة. ولنستعمل في سبيل ذلك كل طريق جميل. وأعظم الطرق ما هو أيها الإخوة؟ ما أعظم الطرق التي ينبغي أن نستعملها في تربية على الصلاة؟ واحد يساعد جزاكم الله خير، وين التعاون؟ الدعاء. نعم الدعاء أيها الإخوة، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، اللهم اصلحهم، اللهم اهدهم، اللهم انزل عليهم. نعم الدعاء أيها الإخوة أعظم طريق لنيل المطلوب، وأعظم طريق للنجاة مما تكره. والمشكلة هنا أن بعض الإخوة أحيانا إذا كان له غرض من أغراض الدنيا يقول والله يا أخي ما قصرت، رحت فلان وكلمت وقصرت، ولك والله في الأخير شفت ماذا أسوي؟ خلاص ما في فائدة إلا الدعاء. سبحان الله سبحان الله، الدعاء هو آخر وسيلة؟ لا، الدعاء هو أول وسيلة، وهي آكد وسيلة، وهي أوثق وسيلة نستعملها في أمورنا كلها. وهنا أيضا ينبغي أن يكون هناك تعاون بين الأم والأب على تربية الصلاة. يعني بعض الإخوة الآن صلى في المسجد الآن وعيال في بيتهم، فينبغي أن تقوم الأم بدورها في هذا. وعلى أي حال، وعلى أي حال، الذي يقوم بتربيتهم ويوجههم للصلاة ويحرص عليه أجرهم لمن؟ لهذا الشخص، أم لو أب، أم لو أب. ولهذا نجد في بعض البيوت أحيانا تنافس شريف بين الأم والأب، كل واحد يحرص أنه هو اللي يوقظ الأولاد ويربيهم، فيكون أجر لمن؟ لمن تولاهم. الله يتولانا وإياكم في من تولاه من عباده الصالحين. يجب أن يكون تعاون بين الأم والأب في هذا. بعض الإخوة تجد أنه يعيش في المملكة
وعيالها اللي في الصين واللي في الهند واللي في مشارق ومغاربها، تقف السلام عليكم، عليكم السلام، كيف حالكم، أكلتوا وشربتوا وبس؟ لا يا أخي الكريم، اسأل عن الصلاة أولا، اسأل عن الصلاة. أنت اسأل عن دراستهم وتسوي الراحة وجو لا بأس، ولكن ليكن من أهم ما تعنى به وينشغل به قلبك الصلاة التي بها كل خير. ثم إنك إذا ربيتهم على الصلاة أسعدتهم. إي والله أسعدتهم، إي والله إن الصلاة هي سبب السعادة. الله يجعلناكم من السعادة في الدنيا والآخرة، وليس الأمر كذلك فحسب، لا ليس الأمر كذلك فحسب، بل أنت إذا ربيتهم على الصلاة أنت ستكون سعيدا بهم. إي والله من أسباب سعادتك أن يكون أولادك صالحين. الصلاة ماذا تقول لهذا المصلي؟ ستقول له كن بارا بأمك، بارا بأبيك. نعم، قد مو بس إن الصلاة بس، لا، وهناك فائدة أخرى. هذا الولد اللي يصلي لربيته على الصلاة والله ما يصلي صلاة ولا يركع ركعة إلا وتكتفي سجلك، لأنك أنت الذي ربيتهم، أنت الذي دعوتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. أسأل الله لي ولكم هنا الميت وحسن الخاتمة. عندي سؤال أيها الأخوة، نختم بكلام الآن. الموت لا شك أنه مصيبة، لا شك أنه مصيبة، ولكن ما أعظم شيء إذا تأملته تجد أن الموت مصيبة حقا. الموت إذا أتى يقطعك من أمك وأبيك وزوجتك وأبنائك وبناتك وتجارتك وأمالك وطموحاتك، تبغى تبيع وتشتري وإلى آخره. فإذا أتى الموت انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. السؤال مرة أخرى: ما الشيء الذي تأملته في الموت تجد أنه مصيبة؟ أسأل الله ليكم هنا الميت وحسن الخاتمة. من يجيب أخوان؟ يمكن أحد مطوع ولا أحد يمكن يعطيكم جائزة ولا شيء، أنا ما عندي جواز لحد. ها؟ نعم. بس. نعم، هذه هي المصيبة الكبرى، ولهذا اقتصر عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. هذه المصيبة، هذه المصيبة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي ها كمل يا أخي، لولا أخرتني إلى أجل قريب، أجل ماذا؟ فأصدق وأكن من الصالحين. لن يؤخر الله نفسه إذا جاء أجلها. ولهذا أحيانا بعض الناس أحيانا إذا كان وضعه الصحي أحيانا مش في شيء من المقلق وعنده صحة فيها شيء يخيف وكذا، تلقاه يقول لأولاده: احفروا لي بير، ابنوا لي مسجد، تصدقوا، افعلوا. الله المستعان. عرف أن الموت وصل، ويعرف أن الموت إذا جاء خلاص انتهى كل شيء. سؤال: وش اللي جاء من الموت وحنا نتكلم عن الأولاد والصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له، أصلح الله لي ولكم النية والذرية. هذا الولد الذي ربيته والله وأنت في قبرك، ما كلما صلى أو عمل عملا صالحا مما ربيته وأنت عليه يكتب في سجلك، يكتب في سجلك. ولهذا يا أخواني، أنت إذا ربيت ابنك على الصلاة بريئة ذمتك، أنت إذا ربيته على الصلاة أسعدته، أنت إذا ربيته على الصلاة أنت تسعد به أيضا. ثم إن حياتك والله مما تطيب به أن يكون أولادك أولادا صالحين. أسأل الله يصلح لي ولكم النية والذرية، أسأل الله يجعلهم نعمة ولا يجعلهم نقمة، أسأل الله يجعلهم رحمة ولا يجعلهم علينا عذاب ولا بلاء.
أسأل الله أن يريني وإياكم في أبنائنا وبناتنا ما تقر بأنها على كل شيء قدير. أسأل الله يجعلناكم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قامه إيمانا واحتسابا، وممن يوفق ويعان على قيام ليلة إيمانا واحتسابا. أسأل الله لي ولكم هنا الميت وحسن الخاتمة. أسأل الله أن يجعل آخر كلامي وإياكم من الدنيا لا إله إلا الله، كما أسأله أن يجعل قبري وقبوركم رياض من رياض الجنة، ولا يجعل حفرة من حفر النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين.